خلينا نلخصه بسريع. بولايت ريكوست اسمه، حفظوا لي الاسم مالته، حفظوا لي الادوات مالته، زين حفظوا لي هاي الملاحظه، ما راح تحتاج اي شيء بعد ان شاء الله. زين اول بدايه ايش راح يكون عندي؟ فعل موجوده، مي موجوده هاي الافعال، فاني راح استخدم اول ثلاث ادوات. ما موجودين بالجمله فراح استخدم الماي اي اخر وحده. ان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. انتظرونا فيديو قادم ان شاء الله على مواضيع او قواعد الوحده الثانيه. التوفيق ان شاء الله.